شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، ونحن هنا في مركز الأطراف الصناعية نلتقي بالأستاذ هيثم أحمد علي، مدير بعثة أطباء عبر القارات في اليمن. مرحبا بك أستاذ هيثم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الأحوال؟ ومرحب بكم قناة الشرعية في مركزكم وفي داركم إن شاء الله تعالى. تمام. المركز أولا حاجة باتفاقية مع الحكومة اليمنية وبرعاية مركز الملك سلمان، طلب كان من منظمة أطباء عبر القارات في باك، منظمة موجودة في السعودية، موجودة في كل دول العالم، انه في بدل يكون يستوطنوا عملية تركيب الاطراف الصناعية. كان في السابق انه بيتحركوا اغلبية المبتورين او الجرحى بيتحركوا الى دولة الامارات او لدولة السعودية او الى اي دولة اخرى في عملية تركيب الاطراف الصناعية. احنا بالنسبة لاطباء عبر القارات في عندنا شغل، العمل بتاعنا تركيب الأطراف الصناعية وتقويم الأطراف، برضو تقويم الأطراف عادية الآن، لكن بالنسبة لنا في اليمن هنا الآن شغالين بس تركيب، نعمل في عملية التركيب لأنه العددية شوية في عملية بتاعت ازدياد. التقويم شغله بسيط وما بيحتاج لأنه يكون المركز يشتغله. طيب أستاذ هيثم، أنا لاحظت بأن هناك ورشة تتبع المركز الأطراف، هل تأتي هذه الأطراف جاهزة مثلا ويتم تركيبها مباشرة، أم أن هذه الورشة لديها أيضا أعمال أخرى من يعني تفصيل مثلا أو تصنيع بعض الأشياء مثلا؟ تمام. هي طبعا العملية ما بتجي هي عبارة عن مواد خام. الأطراف الصناعية الآن اللي بتوصلك من تركيا بتيجي عبارة عن مواد خام. التركيب والعمل كله بيكون في الورشة عندنا احنا هنا ديا، كويس؟ يعني احنا المواد الأساسية في التركيب إذا موجودة لازم تكون دي جاية من عندنا، لكن تركيب الطرف بيتعامل أول حاجة بيجي داخل المريض أو المبتور من عندنا هنا، بنعمل معاينة لمكان البتر إذا يمكن تركيبه ولا يمكن تركيبه، إذا يمكن تركيبه بعد المعاينة يعمل له القياس، بعد ما يعمل له القياس يتحرك بعد ذلك الى الورشه بياخذ بعد ما عمل القياس بنعمل القالب، يمكن بعدين احنا نفهمكم لاقف، نعمل القالب بالنسبه للطرف بتاعه اذا كان طرف علوي او طرف شنو سفلي بغض النظر يمين او شمال. بعد ذلك بيشتغل الفني، وبالمناسبه الفنيين الان احنا يمكن المركز الان يا دوبك بدا العمل الفعلي، الان عندنا العدد الكلي للناس اللي ركب لهم حاجه بتاعت 150 شخص ركبت لهم، وصراحه تاخرنا. السبب في التاخير ليس انه غير موجود المواد او حاجه بالشكل ده، السبب في التاخير انه احنا في الاتفاقيه لازم نكون عندنا كادر يمني، واخترناه وعملنا لهم معاينات من هنا، والان الكادر اليمني اللي عندي الان كله كادر يمني، الا عندي الخبراء بيكونوا موجودين عن طريق المنظمه من عندنا نحن، لكن الكادر اليمني اللي عندي الموجود هو ستة اشخاص وخمسة شباب وبنت، خمسة شباب وبنت ديل الان احنا كانوا عبارة عن متدربين والان صاروا عبارة عن فنيين. كل الشكر لك الاستاذ هيثم احمد علي، رئيس البعثة، بعثة اطباء عبر القارات، شكرا جزيلا لك. مرحب بكم في اي لحظة، ونحن ان شاء الله في زي ما بقولوا جايين لخدمة المواطن اليمني، وان شاء الله يعني ترجع الامور لاصلها ان شاء الله زي ما كانوا افضل. كانت هذه جولتنا في مركز الاطراف الصناعيه في مستشفى الهيئه، مستشفى هيئه مأرب العام. ايضا سننتقل الى اقسام اخرى في هذه الزياره في هذا اليوم، كونوا معنا.